السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إخواني الطلبة في محاضرتنا لهذا اليوم اللي راح نستكمل فيها موضوعنا اللي بديناه بأكثر من محاضرة تقريبا بأربع محاضرات سابقة اللي هو تكلمنا فيه عن الـ PLC. محاضرتنا اليوم راح تتناول الـ Analog Input Output System. بعد ما تناولت محاضرتنا السابقة واستذكرنا المحاضرة السابقة الـ Discrete Input Output System وتعرفنا على أنواع الـ Discrete Input Output System وشلون يتم عملية خزن البيانات اللي قادمة من عندها داخل المعالج مال الـ PLC وشلون يتعامل وياها، يعني وشلون يخرجها. اليوم راح نجي نتناول الـ Analog Input Output System. المواضيع اللي راح نتطرق لها بمحاضرتنا اليوم راح تكون هي الـ Analog Input Output والـ Analog Input Output Instruction والانالوج انبوت او العفو الانبوت اوتبوت داتا ريبريزنتيشن اند هاندلنج. بالبدايه راح نتناول هنا اولا الانالوج انبوت الادخال التماثلي. فيتكلم هنا يقول انه الادخال التماثلي بالغالب راح يجيني من الواحد من الاشياء الاتيه، يا اما ان يكون مثلا هذا الادخال يكون هو عباره عن حراره، مقياس يعني درجة حرارة، أو مقياس لضغط، أو موقع، أو ل خلينا نقول سرعة محرك. فإذا كان عندك PLC فممكن يكون يعني واحد من هذه الديفايسز تعطيك إشارة أنالوج، مثلا ديفايس يعطيك الدايمتر، ديفايس يعطيك خلينا نقول الثيرموكابلر اللي هو يعطيك درجة حرارة، أو جهاز تاكوميتر يعطيك سرعة محرك، أو انالوج بروكسيميتي. كل هذه تعطيك يعني اشارات انالوج. هذه الاشارات الانالوج ايش راح يعني تصير بها لما تيجي تدخل الى الانبوت مودلز، وحده الادخال راح تعمل على تحويل هذه الاشارات الانالوج الى اشارات ديجيتال او ما يسمى بالديجيتال ووردز، كلمات ديجيتال. يعني كل قيمه منها راح تكون 16 بت. ليش طبعا يحولها هذا المودلز، يحولها الى اشارات الاشارات الانالوج الى اشارات ديجيتال؟ يحولها لان انت عندك المايكروبروسيسور او العقل مالت PLC ما يتعامل مع اشارات الانالوج، يتعامل فقط مع الاشارات الديجيتال، فلذلك تحتاج الى عمليه التحويل هذه. الاشارات الانالوج مثل ما نعرف هي عباره عن قيم او سيجنالز تجيني، يا اما تكون يعني عباره عن تيارات او عباره عن فولتيات. بالنسبه للتيبيكال انالوج انبوت، يعني خلينا نقول الانالوج انبوت اللي دائما يعني موجود بالتطبيقات او اللي نستقبله احنا من الحساسات اللي تربط مع PLC، عندنا عده انواع. مثل ما قلنا انه احنا بعضها راح يكون الانبوت هذا هو فولتيه، وبعض الاخر راح يكون تيار. فمثلا ممكن تجيني فولتيه من 0 الى 10 فولت دي سي، او من ناقص 10 الى زائد 10 فولت دي سي، او من 0 الى 5، او من 1 الى 5 فولت دي سي. هاي بالنسبه للفولتيه. بالنسبه للتيارات، يا اما من 4 الى 20 ملي امبير، او من 0 الى 20 ملي امبير، او من ناقص 20 الى ناقص او الى زائد 20 ملي امبير. بالنسبه هذه للتيارات اللي ممكن انه احنا يعني نحصلها، او ممكن انه احنا تجينا من الانبوت ديفايسز اللي تعطيني اشارات انالوج. بالنسبه للانالوج مودول كونفيجريشن، يعني وحدات التماثليه شلون راح تترتب وشلون راح تتصنف. فاحنا بالنسبه للانالوج انبوت انفورميشن، المعلومات اللي تجيني بالادخال اللي تكون تماثليه راح تدخل عن طريق شنو؟ عن طريق مجموعه من التشانلز اللي نسميها انبوت تشانلز. هذه الانالوج مودول يا اما تكون، او هاي وحدات التماثليه، يا اما تكون هي وحدات ادخال فقط، يا اما تكون وحدات اخراج فقط، يا اما تكون هي عباره عن كومبينيشن من الادخال والاخراج، عباره عن توليفه او تركيب، يعني مجموعه من مخلوطه مع بعض، الادخال مع الاخراج. هاي بالنسبه لوحدات الادخال. هنا راح نجي نتكلم الان عن الانالوج انبوت سيجنال ريبريزنت فاليو. شلون من راح تجيني قيمه انبوت، شلون راح اجي امثلها، وهاي الاشاره الانبوت شلون راح اجي احولها الى صيغه تكون يعني مقبوله، او ممكن نحولها الى ديجيتال. فبالبدايه خلينا نفترض انه انا عندي هنا واحد من الانبوت انالوج انبوت ديفايسز، وليكن هو هذا بوتنشيوميتر. هذا البوتنشيوميتر
الان الموضح امامكم بالصوره. هذا البوتنشيومتر الان لما تجي انت تفر هذه البكره مالته فراح تتغير مثلا قيمه المقاومه الداخليه مالته، وبالتالي تغير لك قيمه الفولتيه وبصوره كونتينوس وليست ديسكريت او ديجيتال. ولنفترض انه قيمه البوتنشيومتر هذا راح تغير لي فولتيه الدي سي من 0 الى 10 فولت دي سي. فمقابل هذا راح تشوف انت الانالوج انبوت موديل، وحده الادخال هذه، وحده الادخال هذه اللي تدخل لك البيانات الى البي ال سي، راح تغير لك هذه القيم اللي تجيها من 0 لل 10 الى قيم تجي او الى قيم من 0 الى 32767. هذه شنو؟ هذه عبارة عن نماذج، يعني بس مجرد يعني قيم، ويعني ليست فولتية وليست تيار. هذه القيم بعدين اللي راح تتحول إلى قيم تكافئها بالديجيتال إلى الأصفار والوحدات. فتبدي مثلا أنه لما تكون تجيني 0 فولت راح تعطيني قيمة الصفر، ولما تعطيني 10 فولت راح تعطيني قيمة 32767. فمعناتها جيد راح تصير حساسية لهذا ال لهذا الانبوت موديل. تقسم العشرة على 32767 راح يطلع عندك شقد ممكن يتحسس تغيير، يعني شقد ممكن تغير بالبوتنشيومتر فولتية وتشوف مقابلها تغيير بالقراءة مالت الفولتية اللي راح تدخل للانبوت موديل بالنسبة للبي ال سي. هنا يتكلم لك هاي النقطة، يقول analog data format is determined by model and model configuration. عملية الفورمات مال هذه الانالوج انبوت اللي صارت كبيانات راح تكون يعني بها محددين، المحدد الاول هو انه الموديل اللي احنا مستعمليه ونوعه اذا كان ادخال او اذا كان اخراج او اذا كان عبارة عن combination من الانبوت والاوتبوت. الان اذا نجي نقارن بين نوعيتين من انواع عمليات ربط المنافذ الادخال والاخراج مع البي ال سي، عندي اني البي ال سي نوعيتين، نوعيه اللي يكون بها منافذ الادخال والاخراج مربوطه بصوره مباشره الى البي ال سي، واللي هي يعني راح تكون خلينا نقول نسميها اللوكال انبوت اوتبوت، وعندي نوعيه ثانيه او طريقه ثانيه انه تكون عندك منافذ الادخال والاخراج مربوطه بصوره يعني او عن بعد، تكون مثلا موجوده عن بعد ويتم التواصل وياها عن طريق شبكه نتورك سواء كان وايرلس او وايرد نتورك. فهذه الطريقتين كل واحده من عندها لها طريقه بعمليه التعامل مع الانالوج اشارات الانالوج اللي تجي بالادخال. فمثلا اللوكال هنا انالوج مودلز لهذا النوع من البي ال سي، سي ال سي 500 سيستم اللي هو واحد من انواع الالين برادلي بي ال سي اللي هي تقريبا دراستنا بالاغلب عليها، راح تكون اوتوماتيكلي سيند ذا كونفيرتد سيجنال انتو ذا انبوت ستيتس تيبل، مباشره راح تحول لك القيمه اللي حتحولتها هنا هذه من تجي قيمه مثلا الفولتيه هذه الفي ان، حولت الفولتيه هذه الى سامبلز، السامبلز هذه من الصفر مثلا الى 200 الى العفو 32767، هذه القيم راح تحولها مباشره الى الانبوت ستيتس تيبل اللي موجود وين؟ ضمن داخل الميموري مالت البروسيسور مالت البي ال سي. بينما بالريموت انبوت اوتبوت انالوج سيجنال راح تتم هذه العمليه عن طريق مجموعه من البلوكات ويتم نقلها بصوره يا يعني اما تكون مثلا وايرلس او تكون مثل ما ذكرنا بصوره يعني واير نتورك. الان راح نتكلم شلون راح يتم التعامل مع الاشارات اللي قادمه من وحده الادخال الى اللي سميناه قبل شويه الانبوت ستيتس تيبل. الان اجت عندي اشاره مثلا اشاره فولتيه، ولتكن قيمه هذه الاشاره الفولتيه على سبيل المثال 5.5 فولت. هذه اشاره الفولتيه راح ياخذها هذا الانبوت مودلز، الانبوت مودلز هذا راح ياخذها ويحولها الى قيمه معينه تكافئ قيمه ال 5.5، قيمة يعني معينة ولتكن مثلا شوية أكثر من نصف قيمة 32767. الآن هذه القيمة اللي تولدها هذا الانبوت مودلز لازم تروح وين؟ لازم تروح إلى الذاكرة مالت الـ PLC وإلى فتشي سميناه انبوت ستيتس تيبل، حالات الإدخال أو جدول حالات الإدخال، وتسجل هناك داخل هذا الجدول، تسجل هناك داخل هذا الجدول.
فشو راح تتم هاي العملية؟ شو راح تنقل هذا الرمز اللي ولده الانبوت موديل الى الانبوت ستيت ستيبل، هو هذا راح يتكلم عنه بهذه الشريحة. فنقل لنا يقول يتكلم عن انه each analog channel will represented by entire word in the input state and stable، يعني كل قناة من قنوات الادخال، انت عندك منافذ، انت عندك منافذ ادخال، وهذه منافذ الادخال او الشنلات القنوات اللي تدخل من عندها الاشارات الانالوج، كل واحدة من عندهم راح تكون ممثلة ب entire word كام، يعني كلمة كاملة موجودة وين؟ داخل الانبوت ستيتس. زين، مثلا لو كان عندك 2 channel analog input، لو عندك قناتين analog input، هذه القناتين راح تمثل ب 2 words in input status table، راح تمثل ب كلمتين كاملة أو 2 words كل واحدة منها 16 bit بال input status table. شنو ما راح يكون موجود بهذه الكلمة من معلومات، هذه الكلمتين من معلومات موجودة بداخلها الباينري representation of the analog voltage or current، يعني مو هنا أول شيء راح يحول لك مثلا قيمة الخمسة ونص هذا الانبوت مودول، راح يحولها إلى قيمة أو فد رمز معين بين الصفر وبين ال 32760. هذه القيمة اللي أنا بحولها راح تتحول مثلا على سبيل المثال خلينا نقول إنه حولها إلى قيمة مثلا 15450، هذه القيمة 15450، لأن هذه القيمة 15450 لازم تتحول إلى صيغة بالباينري، تتحول إلى صيغة بالأصفار والوحدات، هي هاي اللي راح تنخزن بهذه الوورد. زين، يرجع هنا يتكلم يقول هنا analog signals are not digital signals represented as ones and zero. زين، شنو هنا إذا الكلام يقول هنا عندك القيمة راح تصير باينري، وشنو هنا يقول لك إنه analog signal هي ليست عبارة يعني مو ديجيتال سيجنال بحيث انه ممكن انه احنا نمثلها باستعمال الوحدات والاصفار. فاذا هنا احنا شنو سوينا؟ مو هنا مثلنا وحدات واصفار؟ وتفسير مالته هذا الكلام انه انت مثلا قلنا راح تجيك على سبيل المثال درجة حرارة، ولتكن درجة الحرارة هذه على سبيل المثال 25 درجة مئوية، فهذه درجة الحرارة لما تجي تريد تخزنها ما ممكن انه انت تخزنها على شكل صفر او واحد، يعني درجة الحرارة متغيرة، قد تكون مثلا 25 في هذا الوقت، قد تصعد وقت الظهر مثلا تصير إلى 40 درجة مئوية، بالليل ممكن تنزل تصير 20 درجة مئوية، فإذا هذه ما في مو في شيء أو مو قيمة تقدر أنت تخزنها، يا أما أون أوف، يا أما شغال أو مطفي، يا أما السويتش موصول أو مفتوح، فإذا هذه القيمة ما تقدر أنت تخزنها كقيمة يا أما واحد أو صفر حالتها، يعني بالنسبة للحالة مالتها. فإذا لازم أنا أحتاج إلى شنو؟ أحتاج إلى تيبل، وهذا التيبل يمثل لي يعني هذا الجدول يمثل لي القيم اللي راح أسجلها أني بالإدخالات. وهذه القيم طبعاً ليش هنا أحتاج أحولها إلى الباينري؟ لأن المايكرو بروسيسر عندي بالداخل ما يحتاج يعني ما يستطيع أن يتعامل مع هذه القيم الأنالوج، فلازم أحول القيم الأنالوج أحولها إلى صيغة الباينري. بس القصد شنو هنا من هاي النقطة؟ القصد أنه هذه صيغة الباينري الآن هي ما تمثل لك حالة في أن صفر أو واحد بداخل الذاكرة، إنما هي كل واحدة من عندها هي عبارة عن حالة مستقلة بذاتها. فنكمل هنا نقول هنا analog data is represented as a whole word 16 bit signed integer in the data table. إذا داخل الجدول مالت البيانات هذا راح تلقى عندك الانالوج داتا او البيانات الانالوج التجيني كلها ممثله بكلمات كامله، كل واحده من عدد 16 بت ومن نوع 16 سايند انتجر. 16 سايند انتجر يعني نقصد بها انه البت الاخير اللي هو البت رقم 15 يكون هو يمثل لك اشاره وما يمثل لك قيمه، فاذا كانت موجوده بقيمه الصفر معناته انه الرقم موجب، وإذا كان القيمة الموجودة ب 1 فمعناتها أنه الرقم سالب، وباقي البتات اللي هي من الصفر إلى ال 14 تمثل لك قيمة هذا الرقم. هذه إذا تذكروها بالأول أخذناها لما جينا تكلمنا عن الطرق اللي ممكن أن تستعملها المشين حتى تفتهم الرقم الموجب من الرقم السالب، اللي قلنا وقتها أنه يا أما first complement يا أما twos complement يا أما sign magnitude. بالنسبة للنقطة اللي بعدها اللي هي each channel will require one word، أنه كل قناة من القنوات اللي راح تدخل بيها انت الديفايسز اللي تعطيك اشارات انالوج راح تحتاج الى وورد وحده حتى تمثل القيم اللي داخله عن طريق هذا الحساس. والداتا تيبل هذا بالاخير الداتا تيبل
اللي موجود داخل الميموري، اللي هو يشبه شلون يعني نقدر نمثله بالتيبل اللي ترسمه انت بايدك، يمثل لك مثلا انه بالوقت الفلاني مثلا كانت درجة الحرارة كذا، بالوقت الفلاني درجة الحرارة صارت كذا، بالوقت الفلاني صارت درجة الحرارة كذا، جدول. فنفس الشيء هذا راح يصير داخل الذاكرة اللي سميناه داتا تيبل ويل ريسيف 1 وات فور ايتش شانل، راح يعطيني انه يكون عندك لكل شانل راح يكون عندك 1 وات وعندك فيها داتا تيبل خاصة بها. إذن this is part of the input-output configuration process، وهذه هي الطريقة اللي راح يتم بها التعامل مع الـ input-output، عملية بالنسبة للـ يعني الـ input-output الأنالوج في الإدخال وفي الإخراج. الآن إذا نجي ناخذ مثال على واحد من الـ input models اللي هو الـ 1746 Ni 8. خلينا نشوف شلون راح يصير بعملية الـ Input Word Assignment، شلون راح تجي تدخل البيانات اللي جاية Analog وتدخل عن طريق الـ Input Analog وتروح لـ يعني خلينا نقول الـ Word Assignment أو شلون تسجل داخل هذا الـ Table. فهذا الـ Model الآن اللي هو سميناه 1700 أو الشركة يعني المصنعة اللي سمتها 1746 N اي 8، راح يكون هو عبارة عن موديل خاص فقط بالإدخال ويحتوي على 8 channel analog input موديل. فنشوف هنا عندك 8 قنوات او 8 channel تقدر انت تدخل من عندها الإشارات مالتك. عندك هذه هنا اول وحدة هذا شيلد، وهذه هنا اخر وحدة شيلد، والباقي هي هذه 8 قنوات. 8 words will be assigned to the input status table as a part of the input output configuration. في كل مقابل كل يعني قناة من هذه القنوات راح تسند 8 بهذا بالنسبة لهذا الموديل، مقابل كل قناة من هذه القنوات راح تسند 8 كلمات او 8 خلينا نقول 8 words راح تسند مقابل كل حالة من حالات الإدخال للـ Input Output Configuration. فبالنسبة مثلا للموديل هذا السلوت 4، السلوت رقم 4 اللي هو 0 1 2 3 4، هذا السلوت راح يكون will have words راح يحتوي على عدد كلمات من Input I السلوت رقم 4 الword رقم 0 إلى الـ Input السلوت رقم 4 الword رقم 7، فإذا يحتوي على 8 كلمات كلها تسند الى هذا السلوت رقم 4. اذا نجي نشوف الان الجدول مالت هذا مثلا الانبوت 4 راح شفنا انبوت 4 0 انبوت 4 1 انبوت 4 2 3 4 5 6 7، هذه من الصفر للأربعة هذه 8 كلمات، كل كلمه من هاي الكلمات تحتوي على قد، تحتوي على 16 بت من الصفر الى 15، تقدر انت تقسم بها القيم اللي تجيك عن طريق هذا channel كانالوج انبوت. هذا بالنسبه لي يعني نوع من انواع الانالوج انبوت سيجنال اللي هو اسمه 1746، وغيره راح تكون عندك الامور مختلفه بالنسبه الى غير موديل، راح تكون عندك الامور مختلفه، فلازم انت تشيك مع كل موديل من يجيك تشيك المانوال مالته وتشوف شلون راح تصير عمليه التعامل مع القنوات مالته. بالنسبة لي الآن الجهة الثانية الـ Analog Output Module، فبالنسبة لي الـ Output Section بالنسبة لـ PLC هو يمثل لك الـ Physical Connection، هو عبارة عن اتصال فيزيائي أو اتصال حقيقي اللي راح يصير بين الـ Processor اللي هو بداخل الـ PLC مع الـ Outside World العالم الخارجي. الـ Analog Output Modules هنا Concept 16 Bit Output Status Word which the model converts to an analog value through the digital to analog converter. إذن الموديل أوتبوت مثل ما كان هناك عندك وحدة الإدخال راح تحول لك الإشارات الأنالوج إلى إشارات تكون يعني ممكن إنه يتعامل بها البروسيسور ويحولها إلى إشارات ديجيتال. بنفس الشيء هنا راح يصير هنا عندك التم راح تصير العملية راح تتم بالعكس بالضبط، إنه راح تجيك أول شيء 16 بت أوتبوت ستيتس وورد، راح يكون عندك جدول
نسميه Output Status Board أو جدول Output Status Table، راح تكون موجودة به مجموعة من الكلمات اللي نسميها Output Status Board. هذا منين إجا هذا الجدول؟ هذا الجدول إجا حسب الإدخالات وحسب البرنامج اللي مخزون بالـ PLC، تولد عندك هذا الجدول. زين، اللي راح يصير عندك المعلومات اللي راح تكون مكتوبة بهذا الجدول هي طبعا كلها معلومات راح تكون ديجيتال قيمة أصفار ووحدات، فالمودل راح يحول هاي المعلومات الديجيتال إلى قيم أنالوج فاليو عن طريق شنو؟ عن طريق الديجيتال تو أنالوج كونفرتر. يحتوي إذن داخل هذا الأنالوج وحدة الإخراج ديجيتال تو أنالوج كونفرتر حتى تولد لي بالأخير إشارات أنالوج. الأنالوج أوتبوت مودلز سنت أوت تو فارينج كارنت أور فولتج سيجنال. بالأخير الإشارات اللي راح تخرج من هذا المودل هي عبارة عن إشارات أنالوج، يا أما تكون إشارات فولتية متغيرة أو تيار متغير. بالنسبة للتيبيكال أنالوج فيلد ديفايسز، شنو هي مثلا خلينا نقول الأنالوج أوتبوت اللي تكون دائما يعني بالأغلب الأحيان موجودة بالإخراجات؟ ممكن أن تكون مثلا درجة حرارة، إخراج لدرجة حرارة، ممكن ضغط، ممكن بوزيشن موقع، ممكن فالف بوابة غلق فتح، ممكن variable frequency درايف عبارة عن درايف يعني يسوق لك نقول ماكينة ضمن ترددات مختلفة، أو meters يعني عداد أو حد أو فشي يعني يحسب لك فشي معين. إذا نجي نشوف مثلا هذه الصورة نشوف بها مثلا الإخراجات، فنشوف هنا مثلا ممكن تكون عندك شدة الإضاءة. شدة الإضاءة هي عبارة عن إخراج أنالوج، ممكن تكون مثلا شدة الإضاءة ضعيفة أو يعني متوسطة أو قوية حسب شوف قد يعني عندك يعني قيمة مقياس شدة الإضاءة اللي يقاس بالكاندل. أو مثلا تقدر أنت تقول أيضا ممكن يكون عندك إخراج تتحكم باللهب، لهب مثلا أفران معينة عن طريق التحكم بفالف، فهذه الفالف راح تتحكم بها غلق فتح بطريقه معينه بحيث انت تتحكم بمقدار هذا الغاز او خلينا نقول الوقود اللي راح يمر عبر هذه الفالف، وبالتالي الحراره والنار اللي راح تولد داخل فرن معين. ممكن كذلك تتحكم مثل ما ذكرنا بفاريبل فريكونسي درايف بحيث يسوق لك محرك معين بترددات يعني خلينا نقول ترددات متغيره كلتي، خلينا نقول مثلا تردد من حسب 30 هرتز 40 هرتز 45 الى توصل مثلا ل 50 هرتز، او ممكن يكون مثل ما ذكرنا عداد يعني ميتر يعد لك امر معين يكون الى قيم يعني كونتينوس متغيره وليست ديجيتال. هذه يعني بعض انواع الانالوج اوتبوت اللي ممكن نلقاها بالفيلد. Typical analog output تشابه typical analog input اللي تكلمنا عنها بداية المحاضرة، فياما تكون أيضا فولتيات أو تكون تيارات، والقيم مالتها ياما تكون من 0 إلى 10 فولت دي سي، من ناقص 10 إلى زائد 10 دي سي، من 0 إلى 5 أو 1 إلى 5 فولت دي سي، ونفس الشيء بالنسبة للتيارات أيضا من 4 إلى 20 ملي أمبيرز، من 0 إلى 20 ملي أمبيرز، أو من ناقص 20 إلى زائد 20 ملي أمبيرز. طبعا إذا تحتاج أنت مثلا محركات او قيم اكبر من هاي القيم الفولتيه وقيم التيارات ممكن تستعمل الريليز وتتحكم بالريليز بحيث انه يعني هذه الفولتيات تتحكم لك فقط بالكنترول كويل مال هذا الريلي، والمين كويل راح يتحكم لك بقيمه الفولتيه الرئيسيه اللي ممكن مثلا تشغل لك محرك ضخم او تشغل لك مثلا فد حمل يحتاج الى قيمه فولتيه او تيار اعلى من هذه القيمه، أو قد تكون مثلا قيمة فولتية وتيار AC وليست DC. الأنالوج مودل كونفجريشن، شلون يتم تصنيف الأنالوج مودل بالنسبة للإخراج؟ طبعا هنا يتكلم بالنقطة الأولى، يقول إنه الأنالوج أوتبوت إنفورميشن معلومات الأنالوج اللي راح نرسلها بال إلى الفيلد أو إلى المجال العمل راح تكون عن طريق يعني طريقة واحدة اللي هي الأوتبوت شانل اللي موجودة بالأنالوج مودل بالأوتبوت أنالوج مودل. وهذا الاوتبوت انالوج موديل ممكن ان يكون مثل ما شفنا بالادخال، راح يكون يا اما يكون مثلا للادخال فقط او يكون للاخراج فقط، او يكون هو عباره عن كومبينيشن للادخال والاخراج معا، وبطريقه مشابهه لكن معكوسه لحاله التحويل من الانالوج الى الديجيتال اللي شفناها بالانبوت. هالمره راح يكون عندي بالعكس التحويل من الديجيتال الى الانالوج، فاللي راح يجيني الان الاشاره بالنسبه للاوتبوت انالوج اللي راح تجي للمودل لوحدة الإخراج راح تجي قيمة من البروسيسر أو من نسميه
الـ Output Status Table. هذه القيمة تكون يعني متغير أو يعني تكون قيمة يعني معينة من الصفر إلى الـ 32767، وإزاء هذه القيمة اللي راح تجي راح يحولها هذا المودل الـ Output Model إلى قيمة كافئة. هذه القيمة لكن على شكل قيمة فولتية تتراوح من الصفر إلى 10 فولت دي سي. وعملية خلينا نقول التعامل مع هذه الداتا اللي راح تجي راح تعتمد على نوع المودل مثل ما ذكرنا، والتصنيف مالته إذا كان إدخال أو إخراج أو هو عبارة عن كومبينيشن من الإدخال والإخراج. ونفس الأمر اللي ذكرناه بالنسبة للفرق بين اللوكال والريموت انبوت اوتبوت. فبالنسبه لللوكال انبوت اوتبوت يعني بالنسبه لللوكال اوتبوت العفو موديل، فبالنسبه للاوتبوت موديل مباشره راح يستقبل القيمه الباينري او القيمه الديجيتال اللي راح تجي من البروسيسور ويحولها مباشره يعطيها الى الاوتبوت الى الشانل، بينما هذا الامر راح يتم يعني بالنسبه للريموت عن طريق ما يسمى بالبلوك ترانسفير، البلوكات اللي ترسل الى النتورك او الراوتر او المفتاح اللي يتحكم لك بالنتورك، وهو بطريقه بدوره راح يعني يوزعها على هذه المودلز، وبعدين هاي المودلز تستلم هاي الرساله من عنده وتقوم بتحويل هذه الاشارات الى اشارات انالوج. وبطريقه ايضا مشابهه لعمليه التعامل مع الادخال، بس راح تكون معكوسه هنا انه شلون راح يتم التعامل مع بين الانالوج انبوت مودول والاوتبوت ستيتس تيبل. فهنا المره راح تجيني من الاوتبوت ستيتس تيبل راح تجيني اشاره، هذه الاشاره تكون ديجيتال، المطلوب من الاوتبوت مودول انه يحولها الى هاي هنا عفوا ليست انبوت انما اوتبوت، انه يحولها الى قيمه تماثليه عكس الحاله اللي صارت بالانبوت. فبالنسبه للانالوج شانل بالنسبه للاخراج راح تكون يعني كل قناه تقابلها مثل ما ذكرنا ايضا عباره عن انتاير وورلد كامل، يعني كلمه كامله تمثل القيمه اللي تقابل يعني كل قيمه يمكن قيمه تماثليه، مثلا على سبيل المثال 3 فولت راح تقابلها انتاير وورلد كامله تمثل قيمه 3 فولت موجوده وين داخل الاوتبوت ستيبل الاوتبوت ستيتس ستيبل عفوا. فإذا كان عندك مثلا قناتين فمقابل كل قناة هذه راح يكون لها وورد تمثل هذه القناة، ونقدر نخزن بهذه الوورد الباينري برزنتيشن للقيم اللي تجي راح نخرجها احنا على الإخراج. نفس الشيء أنا أقول لك الأنالوج سيجنال اللي راح تخرج هي ليست مشابه للديجيتال، يعني هالمرة لما أنت تجي تتحكم مثلا بسرعة محرك بالإخراج، فأنت سرعة المحرك ممكن تتغير مثلا من 1000 RPM إلى 1020 RPM 1100 RPM 1200 RPM وتتغير بصورة مستمرة، ليس يعني فشيء مشابه لي مثلا ذكرناها بالمحاضرة السابقة بالديسكريت أوتبوت حالة الستارتر موتور اللي هي دائرة الستارتر موتور دائرة بدء المحرك، اللي هي اما تكون مثلا يا اما تبدي المحرك يعني تشغل المحرك او تطفي المحرك، يعني انت ما عندك بس عمليه يعني تشغيل واطفاء، انما يعني فتصير عندك حاله التشغيل واحد وحاله الاطفاء صفر، الا هالمره انت عندك تقدر تتحكم بسرعه المحرك، فالسرعه راح تكون مثلا متغيره وقد تكون مثلا هذا التغير يعني يكون مستمر مو على شكل يعني خلينا نقول قيم تسفر. فاذا هذه الانالوج راح يكون هنا بين فرق بينها وبين الديجيتال، ونفس الشيء بالنسبة للأوتبوت راح تلقى أنه الأنالوج إنفورميشن راح تنخزن على شكل words، وهذه words راح تكون 16 bit sign words اللي هي راح تكون قلنا القيمة الأخيرة أو البت الأخير من كل word اللي هي مكونة من 16 bit، فالبت الأخير اللي هو البت رقم 15 راح يكون يمثل لك إشارة هذه القيمة، يعني إذا كان صفر راح يكون موجب وإذا الرقم موجب، وإذا كان واحد راح يكون الرقم سالب وباقي. البتات اللي هي من 0 إلى 14 راح تمثل لك قيمة هذا العدد. ومقابل كل شانل قلنا راح يكون اكو مقابلها وورد، وبالتالي الداتا تيبل راح يكون يعني يمثل لك الوورد الوحدة لكل قناة من القنوات الموجودة بالمودل، وهذا كله يعتمد على الكونفجريشن مالت الانبوت اوتبوت مودل. الآن إذا نجي نشوف هذا الـ Output Word Assignment، نشوف هذا الـ Output Model اللي هو 1746 NO4 Volt
هذا الاوتبوت مودول. نشوف انه هذا يحتوي على 4 شانل انالوج فولتج، يحتوي على اربع قنوات، هذه قناة وهذه الرفرنس مالتها، هذه الاولى، هذه قناة وهذه الرفرنس مالتها هذه الثانية، هذه قناة وهذه الرفرنس مالتها الثالثة، وهذه قناة وهذه الرفرنس مالتها الرابعة. وهنا هذا الفولتية التغذية مالت هذا المودل تعطيه 24 فولت، وهذا الرفرنس مالته. الآن إذا نجي نشوف المودل مثلا اللي على السلوت رقم 4 مالته، اللي هو هذا السلوت، السلوت رقم 4 هذا السلوت، فهذا السلوت راح يكون أيضا قابلة يعني أربع كلمات مخزون، أربع كلمات قابل هذا السلوت بالذاكرة. هذه الكلمات الأربعة كل واحدة متكونة من 16 بت مخصصة لخزن القيم اللي تجيني عن طريق هذا السلوت، السلوت رقم 4. فراح يكون العنونة مالتها من output اللي هو O، السلوت رقم 4 نقطة 0 الورد رقم 0، إلى output السلوت رقم 4 الورد رقم 3. فأنت عندك الأربعة قلنا أربع كلمات أو أربع words، فراح تكون الورد رقم 0 وورد رقم 1 وورد رقم 2 وأخيرا وورد رقم 3. إذا نجي نشوفها الآن كجدول، راح نشوف إنه عندك هذه الورد رقم 0 اللي متكونة من 16 بت من الصفر إلى ال 15، الورد رقم 1 والورد رقم 2 مثلها، والورد رقم 3 هذه عندك 4 وورد راح تكون مخزونة مقابل أو يعني مكافئة أو راح تكون يعني محفوظة للقناة رقم 4 لخزن البيانات اللي قادمة عن طريق هذه القناة. ومثل ما ذكرنا انه كل وورد راح تكون من 16 بت، والبت الاخير هذا راح يكون هو بت الاشارة، اذا كان قيمته صفر راح يكون معناته انه الرقم هذا موجب، واذا كان قيمته هذا هنا واحد فمعناته انه هذا الرقم راح يكون قيمته سالبة. هذه هنا المصادر اللي اعتمدنا عليها اليوم بحضرتنا اليوم، نوجه لهم الشكر والتقدير، وشكرا لكم انتم بدوركم لحسن اصغائكم. واذا احد عنده سؤال لا يعني يتاخر بانه يكتبه لنا على جوجل كلاس روم، واحنا راح نحاول نجاوبك عليه باسرع وقت. شكرا لحضوركم، واهلا وسهلا فيكم.